يا خي قول لأمي ولا تقول لأبويا، واثنين هم عيد وناويين عليا. وآه آه آه يا وعدي، وعين عين عين عليا. ثريا وقمر ونجوم شفتي بصدرها، ثريا وقمر ونجوم شفتي بصدرها. وتسوى الملوك والمال نوما بحضنها. وآه آه آه يا وعين عين عين عليا. ولا سيري لهم بالليل هيا على هيا، ولا سيري لهم بالليل هيا على هيا. وانت عبيت الرجلين لمشي على دي. وآه آه آه يا وعدي، وعين عين عين عليا. وآه آه 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 مكاتي. شكرا. من طفلة كانت متشبعة بصوت فيروز إلى وحدة درست الموسيقى وقررت أنه تنتهج التراث وتقدمه على طريقتها، وبعدين صار في عندك قضايا كبيرة فوق ظهرك وعلى صوتك عم تحنيها. كل هذه الرحلة الطويلة هل كانت تستحق فعلا في هذا الزمن؟ أكيد يعني تستحق، ورح أضل يعني زي ما بيحكوا لآخر نفس، لأنه بحس أنه أنا انولدت لهذا الإشي. يعني أكتر شيء بيعبر عن حالي كمكادي هو صوتي، وبحس أنه صوتي يعني أكتر شيء بيعبر عني. يعني ما بفكر أنه أنا ممكن أعمل إشي تاني بالحياة. فيك تقصي شعرك تضامنا أيضا؟ أكيد، هذا موضوع آخر. الأشياء اللي بنعملها في الحياة اللي بتدعم مواقفنا كإنسان، كناس، كبشر، يعني منفكر بغيرنا أو منحس بغيرنا، هذا موضوع آخر. ولكن صوتي هو اللي بقدر أهديه للناس بكل بساطة. وأصلاً صوتي مش ملكي، والأغنية مش ملك المغني. لما الأغنية بتطلع خلص صارت للناس. يعني كتير بضحكوني اللي بعده بيحكوا على الحقوق والحقوق الملكية الفكرية. طب خلص معروفة هالأغنية لمين يعني؟ صحيح. بس بالنهاية هي للناس، مدام طلعت من فم المغني ومن روحه خلص هي ملك الناس. أي حدا ممكن يدندنها في أي مكان، في أي لحظة، في أي وقت. بالوقت يلي تراجعت فيه الأغنية التراثية في معظم الدول العربية، وصار في هناك يعني تصديح لمعنى الفن، وصار في هناك نوع من الأغاني الطاغية، ناس مثلك بعد لهلأ ملتزمة بالأغنية الحقيقية، خلينا نقول لا بدي أقول إنه الطرب ولا يعني عرفتي، ما بدنا نكبر العناوين. لا للناس اليوم يلي بعدهم ملتزمين بمعنى الفن، ولكن دائما بقول انه هذا المكان لم يعد لكم كما كان من قبل. هلا لما بيكون في ضجة كتير اي شيء حلو واي شيء حقيقي الناس بتلتف حوله. والدليل على هيك لما بنعمل حفلات انا او غيري من الفنانين بتكون يعني فولي بوكت، بتكون الناس متشوقة انها تسمع، والناس بتحمل حالها وبتطلع وبتحضر هذا النوع من الفن. بينما الفن الثاني لما بتشوفيه مصور تشوفيش حدا قاعد على الكراسي، تشوفيش ناس. وانا برايي هذا المقياس، لانه الناس في هالعصر سوشيال ميديا وبيشوفوا، في فضول عند المشاهد العربي يشوف فلانه شو لابسه وفلانه اليوم شو حتحكي وفلانه، مع انه كله حكي فاضي اكيد وما له اي قيمه، يعني لا فنيه ولا فكريه ولا انسانيه ولا شيء ولا شيء ولا شيء فعليا، تضيع وقت. صح. فبالنهاية ما بيصح إلا الصحيح، يعني
أنا أو غيري من الناس اللي عم تشتغل على مشاريع حقيقية تشبهنا، بتشبه الناس اللي بتشبهنا بالآخر، وكتار هني، وإحنا بنراهن، أو أنا شخصياً براهن على هذا الإشي تحديداً، لأنه الناس اللي الحقيقية في عالمنا العربي يمكن ضايعة، بس بنلاقيها هيك لما بنغني أغنية معينة وبيجتمعوا بكونوا موجودين، بنلاقيهم، بنشوف بعض. فكرتي شي مرة أنه يصير في تزاوج ما بين صوتك وبين أصوات الناس الجديدة اللي عم بتطلع؟ أنتوا عندكم كمان بالأردن يعني عدد هائل من فرق الموسيقى البديلة، يلي أنا على الصعيد الشخصي بحسها أنه هي الصوت الجديد للشباب. صح. صار قبل هالمرة هيك تعاونات ولا بتحسي أنك ما كتير بتشبهيهم؟ لا بالعكس، بحب كتير شغلهم. مثلا فرقة أوتستراد كتير بحبهم، هم يعني أصدقاء لإلي وبحب شغلهم كتير. وفي حكي انه نعمل شيء سوا، فان شاء الله. بالعكس اكيد بحب طبعا، يعني انا يعني ممكن يعجبني لحن عند فرقه، ممكن يعجبني صوت عند حدا. بالعكس انا كثير منفتحه على هالتجارب يعني، وعملتها قبل بس مع فرق اجنبيه مش عربيه، وبتمنى اني اكيد اعملها مع فرق بالاردن. طب شو بتتخيلي، بتروحي انت لعندهم ولا بتجيبيهم لعندك؟ بنلتقي هاف واي. اوكي. لانه حلو هن بالجديد وانا بالشغل اللي عندي، لانه عندهم هيك. انت ما بتقدمي بصورته القديمه يعني، انت ما في عندك اغنيه تراثيه الا ما اضفتي لها، سواء صحيح. على صعيد اللحن او حتى على صعيد الاداء. صح. صحيح. طبعا طبعا. يعني ما كل شيء ما بتغيري فيه، يعني انت بتغنيها مثل ما هي، بس في يعني انا بسمعها بطريقه مختلفه، يمكن هناك ما بقدر اسمع. صح. هو الموضوع انك قدمي هذا التراث اللي شوي الناس بيفكروه مسكر، مع انه بيحمل كتير امكانيات للتحويل والهارموني والتوزيع، لانه كتير سهل وممتنع. الالحان التراثيه هيك بتطلعي فيها، تطلعي وتروحي تيجي فيها وتقدميها باي شكل. فاللي انا بعمله اني بضيف احساسي كمكادي، وبحاول انه يكون في الات مثلا غير الربابه، وغير اذا بدك في التراث الاردني القربه والعود والطبله. جربنا شوي هيك ناخده على الات مختلفه، مثل الجيتار، مثل البيانو، مثل الترومبت، مثل الدرمز، مثل واشتغلنا اكثر على الهارموني بالاصوات، لانه الغناء التراثي معروف انه في مغني واحد بغني وبيرددوا وراء الرديده، واللحن هيك بيكون ناشف وصح واقف يعني، منشان هيك يمكن الناس تستصعب تسمعه او بتزهق، لانه نفس اللحن عم ينعاد بشكل يعني ناشف. خلينا نقول ايضا تجربه التلحين يعني كمان كانت خطوه جديده بالنسبه لك، طولتي لعملتيها بعتقد، قد ايه كان رضاكي عنها؟ ليه اليوم يعني، ليه بهي المرحله مش قبل؟ لحتى نضجتي ولا لانه حسيت انه في صوت لازم ينقال ما حدا قدر يكتشفه عندك؟ هلا السببين مع بعض، بس انا عملت ببداياتي لحن قبل ما اعرف انه انا حصير مشهوره اصلا. فعلا. كنت بالبيت وماسكه جيتار وبتهبل هيك، طلع معي كلام ولحن، وهي اغنيه رحل اللي الناس كمان حبتها، وقررنا نحطها بالبوم خلخال اللي هو اول البوم. بس عود وصوت، والناس كثير لليوم بيطلبوها بالحفلات. بتعرفي ما بعرف انه هي الحانك؟ لا، الحاني وكلماتي. اوكي. بعدين بعد رحل عملت انت الحلا بألبوم نور، وعملت يا خيام بهلا سنجل الاخيره للاجئين مع هاني نديم. لا، وعملت تعبان كمان مع هاني نديم. انا بحبه لهاني. هاني رائع، مين ما بيحبه هاني؟ عن جد بيكتب بطريقه جديده كثير، وبتحسيه يعني بيروح مباشرة إلى الصميم. صح. حتى اختياراتك أنت للشعراء ما لا تقليدية يعني. صحيح صحيح. مرة سمعت هذا التعليق من أحد الصحفيين في الإمارات، هلأ رايح عن بالي اسمه، بس قال لي أنت يعني كيف تختاري هذا النص لهاني؟ عنده إنه هو كان عم يحكي مع هاني، إنه قال له اختارت هذا النص مكادي، فقال له لما أراه قال له مش قليلة أبداً انك تقدري تلحني هيك كلام، انه الحن هيك كلام، وانه النص برايه هو، انا ما بدي احكي عن حالي يعني، برايه انه كثير عميق، بنفس الوقت كثير بسيط
بسيط سهل الممتنع. فهي مش عم بتحاول تتفلسف، هي صحيح. عم تاخذ الاشياء مثل ما هي بتحس، او مثل ما اي بني ادم عنده شويه هيك رهافه بالحس ممكن يتلقى هالنص. مع انه هاني كان جعباله انا اي شيء ثاني، فما نقيته، انا نقيت تعبان. قال لي تعبان، قلت له كثير حلو، استنى شوف كيف حيطلع. إيمانك المطلق بما تستطيع أن تفعله الموسيقى عن جد من وين بتجيبيه لحتى أخذ؟ بجيبه من تجربتي الشخصية، لأنه أنا كل ما بسافر أو كل ما بلاقي حدا حتى بالطريق بأي محل، الناس كتير بتتأثر حتى لو ما بتحكي، بس لما بتشوفني الناس بيقولوا لي إنه إحنا كتير بنتأثر، وشكرا لأنك موجودة بحياتنا، وشو يعني. هذا لحاله بخليني أحس إنه أنا ملزمة أعمل أشياء مختلفة وأعمل كمان، وما أفقد الأمل، لأنه إحنا بزمن الأمل مفقود في كل شيء، في التغيير، في كل شيء. أنا بتذكر أبوي كان يقول ليش، لماذا كلما فر حلم من عيوننا قتلوه. الله يرحمه. تعيشي. فإحنا في زمن كل الأحلام الحلوة عم تنقتل، صح، وإذا استسلمنا مصيبة، ما بدنا نبكي. هذا بدهم إياه أصلاً، يعني هم بدهم إيانا نستسلم كشعوب، ومش لازم نستسلم، لأنه صحيح. لازم نضل نقاتل منشان حياة على الأقل تشبهنا، وما نتعلب وما نصير كلنا بدنا نكون نفس الشكل ونفس الأغاني ونفس، مش مزبوط، ممنوع أصلا. هكذا تركني حلمي ورحل ورحل، هكذا تركني حلمي ورحل، كنت أحلم ببيت صغيري، وفاة يحملني ويرحل. بالوقت يلي هناك منادى لعودة اللاجئين السوريين إلى الداخل، بوقت يلي العالم عم بيحسوا انه اللجوء السوري في كل مكان بالعالم عامل ازمات، انت بتروحي بتغني لهدول العالم. اكيد انت الوحيده اللي بتمشي عكس التيار. دائما عكس التيار، دائما، لانه في اشياء ما بقدر البني ادم الصادق مع نفسه اولا يتجاهلها. ما بقدر انا كشخص عربي اتجاهل قضيه اللجوء من ايام فلسطين. صحيح. مش بس السوريين، العراقيين، السوريين، اليمن، ليبيا، كل الوطن العربي. صح. وبفكر انه احنا في الاردن لا سمح الله صار اي شيء، احنا وين ممكن نروح؟ على سوريا. فاهم شو قصدي؟ لانه احنا وين ممكن، وين نروح؟ يعني الموضوع مش سهل ابدا، ودائما بحط نفسي مكان هدول الناس، مكان هدول الاطفال، مكان هدول اللي انشلعوا من جذورهم وصاروا في أماكن مختلفة ما بتشبههم يمكن، وبدهم يتأقلموا، ومليون ألف قصة ومليون ألف مشكلة. فواجبي كإنسانة أولاً وكفنانة ثانياً أني أحكي عن هدول الناس، لأنه كتار غيري يمكن ما بهمهم، أو ملهيين بغير محل، أو يعني الشهرة والفانز والفولورز والدنيا عم توديهم على غير محل. أنا ولا عمره حدا وداني على غير محل. بس للي ما بيعرف، انا امبارح بعثت لها واتساب لمكادي، قلت لها مكادي انا بعمان وخلصت تقريبا كل شغلي، عندي لسه يومين،
إذا فينا نلتقى. فهي دغري ردت دغري أوكي إذا بدك بكرة منعمل مدري شو. فقلت لها هيك بهالبساطة لا أوكي بشوف الجدول أعمالي لا ما بعرف لشوف الظرف. يعني عجد ليه ما تغيرتي؟ يعني ليه ما تغيرتي؟ ليه بعدك ثابتة هذا الثبات؟ بوش كل شيء صار مكادي بكل شيء صح. هلأ شوفي يعني بكل بساطة يعني والفضل بيعود لأمي وأبوي تربيتي أكيد. يعني إحنا تربينا في بيت أبوي كتير تعرض. أبوي كان سياسي وأديب وإلى آخره كتير تعرض لمغريات وبحياته ما تغير. تعرض لمغريات يعني مهولة فلوس ومناصب واللي بدك إياه وبحياته ما تغير. بالنسبة إلنا هذا يعني أكبر وسام على صدرنا. يعني لا فلوس ولا بيوت ولا سيارات. يعني أنا والدي توفى لا يملك شيء حتى بيت. يعني أنا والدتي هلأ ساكنة بالأجار ما عنده بيت ولا عنده سيارة. بس لما بتقولي اسم سالم النحاس الناس بتوقف توقف يعني. احترام. ولليوم هذا الحكي صار له 8 سنين متوفي كل ما بنذكر اسم أبوي يعني كل الناس بتقول رحمة الله عليه كان إنسان عظيم. حتى أعدائه كانوا يحترموه. لما يعني بتتواجدي أو بتتربي في بيت في هذا البني آدم والدتي أكيد ما بتقدري تكوني إلا زيهم. يعني وأنا ماخدة عنادة من أبوي. يعني أنا تيسة مش عنيدة عادي فعليا في تياسة بالموضوع إنه ما بدي. يعني ما بدي انتهى الموضوع. صحيح. ومش بس أنا إخواني كمان. يعني أنا ححكي لك مثالين. مثلا أنا أخوي أول ما تخرج كان يشتغل بشركة وهاي الشركة إجا واحد من قرايب المدراء قال له وقع كان مدير مالي وقع وبطلع لك نسبة على مبلغ مش صحيح. قدم استقالته بنفس اللحظة قال له أنا ما بشتغل هذا الشغل شكرا يعطيكم العافية. مع أنه كان خريج وبياخد راتب مش بطال أبدا بالنسبة لخريج راتب مع يعني مهم خلينا نقول. قدم استقالته وقال له مع السلامة أنت ومصاريك وكل عيلتك ما بننشر أبدا. وأختي نفس الشيء. أختي عندها جمعية لما بتاخد مشروع من أي محل في العالم بضل مصاري بضل مصاري. أول مرة راحت رجعتهم راحت رجعت اللي ضل قالوا لها بتمزحي أنت صح؟ من أول مرة في تاريخ حياة المؤسسة هاي اليو أن وات أفر حدا بيرجع مصاري. فإحنا هيك يعني ما بنقدر نكون غير هيك بسبب إنه إحنا تربينا في بيت سالم النحاس ونورة هلسة. وهذا إشي بالنسبة إلنا سمعتنا هي أولا وأخيرا لأنه ما حدا بياخد معه شيء يعني بس يتوفى غير سمعته أكيد.